بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي متابعي قناة أولاد الملك، أهلا بيكم في فيديو جديد، وبتمنى من حضراتكم اللي لسه ما اشتركش في القناة يعمل لنا اشتراك سبسكرايب من العلامة الحمراء أسفل الفيديو، ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا إشعار بكل جديد. ولما تسمعوا الفيديو لو عجبكم ياريت تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيدوا منه. أما قصة اليوم فهي قصة حقيقية جميلة بيحكيها لنا شاب، وبيقول: أنا جيت أمريكا من شهر تقريبا، استقريت في ولاية نيوجيرسي، وكان في مؤتمر للشباب والشابات، حوالي 500 شخص اتجمعوا من كل الولايات للمشاركة في المعسكر ده، وكان حاضر نيافة الأنبا موسى وأسقف الشباب. بدأ الشباب والشابات في طرح الأسئلة ومهاجمة الكنيسة بسبب معارضتها الحفلات الراقصة ومنع التحرر والاختلاط في الكنيسة. شعرت بحزن ومرارة شديدة تجاه الشباب والشابات دول اللي نشأوا في مجتمع أمريكا المفتوح، وحسيت بالإحباط. إزاي هقدر أتعامل معاهم وإزاي هخدمهم؟ وبالتأكيد هيقولوا إن أنا متخلف أو من كوكب تاني. عقب الأنبا موسى بقراية جزء من صحيفة أمريكية بتصدر في ولاية نيوجيرسي، كان مكتوب فيها تحذير خطير: امنعوا الزنا وشددوا القوانين، وإلا سيفنى كل سكان الولاية بالأمراض الجنسية. جت الاستراحة بسرعة، وسمعت صوت شاب بيقول: احنا ما تعرفناش على بعض، انا ملاك. قلت له: انا مدحت. هو شاب اشقر، عرفت ان والده مصري ووالدته اجنبية. استمر في الكلام معايا، قال: انا اول مرة اشوفك، اكيد انت لسه جاي جديد من مصر، بس ازاي عرفت تاخد اجازة من شغلك؟ قلت له: بصراحة انا مش لاقي شغل خالص. قال لي: طيب خد دول خليهم معاك لحد ما تشتغل. بصيت له في ذهول، لقيته بيخرج 500 دولار من جيبه وبيحطهم في جيبي. ايه ده؟ لا ده انت ما تعرفنيش. قال لي: لما تبقى تشتغل ابقى رجعهم. افتكرت بحزن موقف بعض الاصدقاء المصريين اللي تخلوا عني ورفضوا مساعدتي في غربتي. وبعد كده اتعرفت على ملاك اللي عايش في امريكا وشغال في وظيفة كبيرة وبيحضر دلوقتي رسالة دكتوراه في الكيمياء، واكتشفت بعد كده انه مش خادم اصلا او مسؤول معروف في الكنيسة، ولكنه متطوع، وكل مهمته يوصل الخدام او الاباء الكهنة اللي جايين من مناطق بعيدة عشان يشاركوا في المؤتمر. ذهلت لما عرفت ده. الكل بيجري ورا الفلوس في العالم المادي اللي احنا عايشينه. ما كنتش اتوقع ان في انسان يضيع وقته ومجهوده لمجرد العمل البسيط ده. اتوطدت علاقتي بملاك خلال المؤتمر، واكتشفت انه مملوء بالسلام والهدوء والبساطة والتواضع ومحبة ربنا من كل قلبه ومن كل عقله. انتهى المؤتمر واصر الملاك على مصاحبتي للبحث عن عمل، واخد اجازة مخصوص من شغله للتفرغ لهذه المهمة. وما كانتش مهمة سهلة أو بسيطة، لأن ما كانش فيه فرص كتير متاحة، وأنا الإنجليزي بتاعي ما كانش كويس. بدأت أشعر باليأس وفكرت أنزل مصر، ولكن ملاك شجعني ورفع معنوياتي وفضل معايا لغاية ما ربنا وفقني في شغل في محطة بنزين. قبضت أول مرتب وجريت بيه على ملاك عشان أسدد جزء من ديني وأشكره. فتح لي باب بيته وكان ماسك التليفون بيتكلم مع حد. قعدت وفضلت منتظر لغاية ما يخلص المكالمة، ولكن المكالمة طولت. بدأت أتوتر واتضايق، محبتش أتطفل أو أتصنت، ولكن الشقة كان صغيرة. سمعت غصب عني جزء من المكالمة وفهمت إنه بيطيب خاطر شخص كان بيمر بمشكلة. وفعلا بعد ما انتهى ملاك من المكالمة عرفت إنه بيتكلم مع شخص مريض نفسيا وبيضيع كل الوقت والمجهود ده عشان يهديه. عرضت عليه ان انا اسدد جزء من ديني، وقال لي ببساطة: انت مستعجل ليه؟ على مهلك، لما امورك تستقر ابقى ادفع براحتك. واصر على ده. وفي مساء يوم سبت رحت العشية في الكنيسة، طلب مني احد الخدام ان انا اساعد في عمل القربان،
عشان الكنيسة ما فيهاش عجانة، فوافقت ورحت الأوضة اللي بيعملوا فيها القربان الساعة 11 بالليل، وكان في انتظاري مفاجأة، لقيت ملاك هو اللي قاعد بيعجن القربان على ما يبدو أنه متخصص في الخدمات المجهولة، أو كما يسميها الآباء خدمة غسل الأرجل. وعرفت بعد كده أنه بيساعد ولد في الثانوية العامة في المذاكرة، وبيساعد كبار السن في شراء احتياجاتهم وتوصيلهم، وبيساعد والده ووالدته المسنين، وبيصرف على اخواته. وشفته بعد القداس بينحني قدام والده المسن عشان يربط له رباط الحذاء بتاعه. أنا بكتب لكم قصة ملاك دلوقتي بعد رجوعي من أمريكا. صدقوني لم يبهرني شيئا في أمريكا أكثر من هذا الشخص المحب الذي لن أستطيع أن أنساه طوال حياتي. لقد عاش ملاك كل حياته في أمريكا، ولكن لم تستطع أمريكا أن تملك على قلبه وعقله. يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.